بس والله يبيلها تنظيف. خلصوا هذه الحديقة، طبعا شال الثقيل اللي هني كله وركبوا حديد. هذه فكرتها، هني راح يركب الثقيل الأول وهذا السور الأخضر. بس هذه يبيلها كله تنظيف مع تسمد الأرض، تراب نظيف، تحط البرلايت والبوتموس والأمور تصير طيبة. هذه حديقة المستقبل. البالي أشجار طويلة، وهني شيء كذي يعني ما أدري شنو، أما في بالي أكثر من شغلة. وهذا يبقى ورد، هذا يبقى خط الورد، هذا من هني خط الورد. عندي زيارة المكان اسمه تاكسيات، بالنسبة لي شيء جديد بعالم المقاولات والبناء والماتيريال. تعرفون الحجر؟ الحجر معروف مادة طبيعية. تاكسيات عندهم بديل للحجر بس من الحجر نفسه. شلون؟ لما يقصون الحجر في المحاجر وفي الجبال يطلع البرادة، برادة الحجر. من برادة الحجر هذه مع طين وألوان يطلعون بديل الحجر، عبارة عن الألواح راح تشوفونها داخل، أشكال وأنواع روعة وأسعار أقل طبعا بكثير من الحجر، وتعطيك نفس الملمس نفس الروح، وبالسعر فرق كبير. أنا أقول منو اللي يتابع ولا يطوف ولا سنابه، اللي مقبل على بناء، اللي عنده تصميم يبي يصمم داخلي أو خارجي. هذه تنفع تركبها على واجهة البيت من الخارج، وفي فعلا الناس خذوا وركبوا من الخارج، أو مثل هذا الحين، هذا قدامكم ترى كله من تاكسيات، أو داخلي في مكان زرته قبل فترة مساء قاعد أشوف قاعد يعرض، قلت هذا مكان أنا زايره قبل. تذكرت هذاك المكان لما دخلته، وفعلا كأن المكان كله حجر وهو بديل الحجر. ها هذا الحين تشوفونه كله بديل الحجر. لو ما قلت لك هذه المعلومة راح وأسألك أقول هذا شنو، تقول أكيد هذا يا أبو سالم حجر ترفنتين. أول شيء قبل أدش داخل وأصور لكم الألوان والأنواع، تاكسيات وين موجود؟ هذا بيت الإنارة، هذاك سان سيتي، بوابة رقم 4 مباشرة هني عندك، هذا فل أوبشن، وهذا تاكسيات. وراح تشوفهم من داخل شغلات صراحة يعني فكر فيها وتخيلها تحطها من ضمن تصميم البيت. هذا شغل تاكسيات يا أحباب، أكثر من 20 نوع تقريبا أو لون مختلف للأشكال. بعضها مثل ما تشوفون قريبة من الحجر بأشكال الحجر، عندك حتى الألوان، عندك هذا اللون مثلا فاتح، هني لون مختلف. هذه الحين لو توريها أي شخص تقول له هذا شنو، يقول لك بديهي هذا حجر. بالواقع هي مادة الـ MCM أو خلينا نقول بديلة للحجر. أغلب القطع تكون 120 في 60، فأنت تشتري القطعة هذا، طبعا سعرهم بالمتر المربع، والأسعار تختلف من الأنواع. يعني عندك هذا مثلا لو تلاحظ كأنه حياكة، هذا مع الإضاءة راح يطلع شيء خرافي. عندك هذا الحين، عندك هذا الحجر، عندهم أكثر من شكل أو لون. الحين بفتح لكم إياهم واحد واحد. عندك هذا، لاحظ الفرق حتى بالألوان، هذا نوعا ما تحسه مذهب، وهذا أفتح، وهذا شوي أغمج، حتى أنه ممكن تركبه على الطاولات بالشكل هذا. يعني صعب أصلا تلقى حجر وتقدر تلفه كذي، والسبب أن المادة سمكها مو عالي، وقوتها يعني تمتد القوة، قوتها وصلابتها من اللي خلفها. فإذا انت ركبتها مثلا على طابوق خلاص أمورها طيبة. شلون تركبها؟ بكل بساطة مادة لاصقة. فلاحظوا هذا الحين، هذا كله مو حجر، هذا بديل الحجر. عندك اللي فوق، شوف الأشكال اللي ممكن تسويها، هذا كله بديل الحجر. حلو أن تقدر تلف لف، تسوي دائري، تسوي على طاولة، تسوي على الطوفة. وقلت لك تركبه بالطوفة على مادة لاصقة. هذه الحين هني مثلا مو 60 ب 120، هذا لوح كامل من فوق لتحت. هذا يعطيك إحساس، ممكن حق بعض المطاعم تشوفونه تحس انه مثلا كنكريت او صبه، هو بالواقع لا، تاكسيات. عندك هني مثلا هذا لون غامج، هذا افتح، هني في ملمس لو تلاحظ حجري شوي. كل هذه جميله جدا لو تركبها داخلي او حتى خارجي. البعض يركب البيت من برا، بوريكم بعد شوي تشوفون تصاميمه، او حتى بحسابهم بالانستغرام في تصاميم واشكال لاشخاص ركبوا هذه الماده خارج بيتهم او حتى داخل. يعني هذه مثلا
دائما يركبونها مرات حتى بالنوافير وشلالات وغيره. في منها ممكن تركب على الحوائط وممكن تركب على الأسقف وممكن تسوي منها طاولات مثل الشاب الجميل هذا، الله يعطيك العافية، قاعد على طاولة أصلا هي الوهلة الأولى تشوفها تقول حجر، بالواقع هي من مادة الـ MCM وعبارة عن تكسيم مركبينها ولاصقينها ممكن على خشب ممكن على حديد وغيره. لاحظ هذه الطاولة ترى مو حجر، هي باختصار من هذه المادة. شوف اللوح شلون صاير، هذا عبارة عن لوح ممكن تلفه، لاحظ هذا لوح وهذا سماكته. الفكرة باختصار ان المادة، هذه المادة انها يقول لك هي صفائح من برادة الحجر والطين المعالج. هذه ألوان الحجر وبرادة الحجر اللي تكون أصل هذه المادة. الأشكال ترى قلت لكم فوق 20 لون وشكل مختلف، بعضها يعطيك ملمس وإحساس الحجر وبعضها بالشكل هذا. هذا بعد ترى لوح بالطول ممكن نضيفه لتصميمك، يعني ممكن داخل البيت تحطه جهة التلفزيون جهة معينة من ضمن التصميم، يعني سوالك مثلا مصمم الداخلي مكان فيه حجر مو ضروري تجيب حجر وتركبه، ممكن بديل الحجر تركبه ويعطيك نفس إحساس وشكل الحجر. هذا هو قدامكم، ترى تقدر تجهني وتشوف الماتريال نفسه، تشوف حتى هم ركبينه هني فوق والأفكار، وممكن تختار لاحظ كل هذه الأماكن تم تركيب فيها بديل الرخام. شوف اللي فوق، شوفها أول مرة تقول هذا يعني رخام، لاحظ هني على شكل دائري وهذا يعطي شوي هيبة، هني ممكن هناك لاحظ دوائر خلف التلفزيون، وترى التصوير يمكن مو واضح. طالع لاحظ هني مثلا اذا كان البيت عندك كيرف بكل بساطه الماده هذه مرنه وممكن تصير على شكل دائري. صور ما شاء الله هني، وين شوف هذا كله بديل الحجر، صراحه جميل. شوف هني عندك الافكار الى ما لا نهايه، هذا لاحظ داخلي وبالبيت بغرفه النوم، عندك هني اللي ركبوا الله يبارك لهم خارجي في بيتهم، سواء ال تاكسي الخارجية للبيت بالكامل أو مثل عندك هذا الشخص مسوي ميكس ما بين السيجما وما بين مو حجر بديل الحجر أو مادة الـ MCM. الحلو مثل ما قلت لكم أنه ممكن تركب دوائر، شوف هذا بعد مركب بيته من برا الله يبارك له، فصراحة هو بديل للحجر وفرق كبير بالسعر، يعني سعر الحجر ما شاء الله تبارك الله أسعارهم فوق، هذا ابتداء من 6 دنانير. وداخلي شوف هذا فيديو، ها شوف داخلي، خصوصا لما يعطيك كيرف كذي دائره يعني فيه قوس يعطيك احساس جميل. هذا كله مركبينه من تاكسيات. هذا يا جماعه الحين تشوفونه ترى عباره عن شاليه، عرفتوا الشاليه اللي ينشال بكرين؟ هذا شاليه، شوف حجم التاكسيه برا وشكلها شلون جميل، حجر. هذا مطعم مسوي زحمة هني، أبو العبد أو فروج أبو العبد، مطعم ترى كويتي هو بس ما شاء الله تبارك الرحمن، فروج أبو العبد الحين بالكويت ما شاء الله أفرع تبارك الرحمن، موجود الحين بالسعودية، موجود بالإمارات، موجود بالعراق، موجود بالأردن، وموجود أو توه فتح في مسقط في عمان وقطر قريبة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، لو تشوف الفواتير هناك عسى ربي يبارك لهم، ما عندهم توصيل بس عندهم 4 أفرع بالكويت، بالقرين بالسالمية وبالعرضية وبحولي. الفكرة باختصار فروج دجاج لكن كلها على الفحم، لو تشوف هناك كلها على الفحم، سواء شيش طاووق سواء وجبة المسحب أو ساندويتش المسحب وساندويتش شيش طاووق، هذول أقوى 2، ساندويتش شيش طاووق هذه وساندويتش المسحب، أو الدجاجة نفسها الفروجة كاملة أو فروجة ثانية بدون عظم. ما قلت لكم موقعهم ما في توصيل، موجود الموقع تحت، بس الموقع شنو او حتى الكول سنتر
تطلب ويجهز لك تجي تستلم تمشي لأنه ما شاء الله زحمة. ما شاء الله. هذا الساندويتش بعد ما يحشي ويسوي يرد مرة ثانية يحط عليه مثل الصوص هذا ويرد مرة ثانية يشوي. تسلم تسلم تسلم. هذه فروجة كاملة مع صوصهم وشغلهم، وهذه معون شيش طاووق، هذا على قولتهم حق الرجيم، أهل الرجيم. هذولي أقوى ثنتين ترى على فكرة، راهية راهية جدا. هذه شيش طاووق وهذه أبو العبد اللي هي المسحب. هذه سلمك الله راهية، وهذه من أشهر الأشياء. هذه اللي مخلي الناس ما شاء الله، شوف ورا شوف ورا شوف الزحمة كلهم تبارك الرحمن. ساعة اسمع يقول الانتظار 35 دقيقة. وهذا اسمه عبودي، المعون هذا اسمه عبودي، هذا شيش طاووق وهذا مسحب. يعني شنو مسحب؟ يعني دجاجة فروج بدون عظم، يقصصونها كذي ويحط لك اياها كذي مع الصوص. ما شاء الله ما شاء الله، والله العظيم ما لوم الزحمة. الحين استوعبت شنو موضوع الزحمة. هذه شيش طاووق لذيذة جدا، بس الحبيب ما خلاني اطلب سبايس. جدا 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 هذا والله كنت بطلب سبايس، قال لا خلنا نطلب بدون سبايس. هذا سبايس اعطيه كذي كذي. هذا عبارة عن خلطة بطاط ودجاج مسحب مقطع كذي مع الصوص. من بعد حلو هذا تاخذ تيك اواي كذي بالشوكة. اهلا اهلا اهلا. هذه مسمينها هم وجبة الدايت. هذه دجاجة تقريبا كاملة بس بدون عظم. خلنا نفتحها. المطعم ما شاء الله تبارك الرحمن، ما الوم اللي 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 واقفين وطالبين. المطعم ما عنده توصيل، عنده وهذه صراحة حلوة انك تطلب سواء بالكول سنتر او تدش الموقع تطلب اللي تبيه، يصير طلب اسمك، مجرد ما تجي تستلم توكل على الله. الطعم ولا اروع، سواء المسحب او الشيش طاووق او اللي يبي الدجاجه كامله سواء بدون عظم او دجاجه فروج كامله. عسى ربي يبارك. ما شاء الله تبارك الرحمن، مو واقفين. ترى على فكره الساندويتش راهيه راهيه، يعني تطلب واحده ترى راهيه. ما شاء الله. ودي اعد لكم السيارات اللي واقفه يمين ويسار، بس فشل اصور. شوف كل اليمين ويسار ناطرين.